السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة طيور الزينة في كل مكان. أهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة يعتبر بعد غياب أكتر، يعني دخلنا على السنة، رجعنا لكم تاني بفيديو تقرير أسعار العصافير في سوق السيدة عائشة. وطبعا ده بناء على طلب ناس كتير من المتابعين، فلازم إن شاء الله نلبلهم الطلب بتاعه. النهاردة يا شباب نزلنا السوق لأول مرة بعد غياب زي ما قلت لكم، وكنا نازلين عشان نعمل لكم ونجمع لكم تقرير بأسعار الطيور، وكمان نعرف ايه الطيور اللي مطلوبة الفترة دي في السوق بالنسبة للتجار. وقبل ما نبدأ الفيديو يا شباب نصلي على النبي في التعليقات، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك دلوقتي ان شاء الله عشان ينزل لكم كل جديد في تربية طيور الزين. بنزلنا النهاردة السوق لقينا معظم التجار اللي كانت موجودة كانت بتلم معظم العصافير اللي موجودة، ولكن بالاخص عصافير الاسترالي وعصافير الكوكتيل من الطيور اللي كانت مطلوبة جدا في السوق وكان عليها الطلب شديد، وده طبعا لان في طلبية مطلوبة من التجار والتجار بتلمها. ومن الملاحظات كمان اللي لقيناها النهاردة في العصافير هي قلة المعروض من العصافير بالنسبة للمربيين، وكمان زيادة الطلب من التجار على العصافير، وده اللي ممكن الفترة الجاية يبقى سبب في ارتفاع الأسعار بإذن الله بالنسبة للناس، عشان تكمل للناس اللي هي التجار عشان تكمل الطلبيات اللي مطلوبة منها. يعني الأسعار اللي هنقولها النهاردة ممكن الفترة الجاية الأسعار ترفع عن كده كمان. وعشان ما طولش عليكم يا شباب يلا بينا نروح ونعرض الأسعار، أسعار الطيور اللي كانت موجودة كلها في سوق السيدة عائشة، اسعار الكبير واسعار الصغير. وعشان نبقى عارفين الاسعار اللي انا جايبها لكم دي اسعار لم التجار مش اسعار التداول. ونبدا يا شباب تقريرنا كالعاده باسعار الاسترالي. الاسترالي الكبير يا شباب النهارده كان ب 170 جنيه سعر الجوز، اما الجوز الصغير فكان بيعمل 140 جنيه. بالنسبه لطفره اللاتين والالبينو كبير فكانت بتزيد 10 جنيه عن الاسعار دي، يعني الجوز الكبير كان بيبقى ب 180 والصغير ب 140 150. اما طفره الفالو فالفالو الكبير كان الجوز الكبير بيعمل 250 والصغير 180. والشكر برصاصي كان الجوز الكبير بيعمل من 400 ل 450 حسب لونه، والصغير كان بيعمل 250 جنيه. وطفره البلاك وينج، البلاك وينج الاخضر كان كبير بيعمل 350 والصغير كان بيعمل 225 250. اما الازرق منه فكان بيعمل 500 جنيه الكبير والصغير 350 جنيه. وبالنسبة للتركيبات في عصافير الاسترالي فكان الجوز الكبير بيعمل 250 جنيه والصغير كان 180 جنيه. اما اسعار الرينبوهات فكان الكبير بيعمل من 350 ل 400 جنيه والصغير من 225 ل 250 جنيه. ده بالنسبة لطفرات الاسترالي الالوان. نيجي بقى للفلل، والفلل الكبير كان الجوز بيعمل 450 جنيه والصغير كان بيعمل 300 جنيه. اما الفلل الالبينو واللاتينو فكان الكبير منها بيعمل 500 جنيه والصغير 350 جنيه. والفلل الاسوينج الاصفر كان الكبير بيعمل 600 جنيه والصغير 350 جنيه. اما الابيض في الاسوينج فكان الكبير بيعمل 500 والصغير كان بيعمل 300 جنيه. والفلل التركيبات كان الكبير منها بيعمل 500 جنيه والصغير 350 جنيه. اما الفلل الرينبو الكبير فكان الجوز بيبدأ من 750 جنيه والصغير بيبدأ من 500 جنيه. نيجي بقى لنصاص الانجليزة، ونصاص الانجليزة كانت بتبدأ من 800 جنيه سعر الجوز الكبير الشغال. اما الانجليزي فكان الانجليزي الكبير بيبدأ من 2000 جنيه، وده اقل مستوى في الانجليزي. ودي يا شباب اسعار البادجي. نروح بقى لاسعار الكوكتيل. الكوكتيل اللاتيني الكبير كان الجوز بيعمل 1100-1150 جنيه، ده سعر الجوز الكبير، وكانت التجار بتلم الشباب بس في الكوكتيل، كان الكوكتيل بيتلم شباب وكبير. فكان الكوكتيل اللاتيني الكبير عامل زي ما قلنا 1150 والشباب كان بيعمل 800 جنيه. والكوكتيل المصبع كان كبير عامل 750 جنيه والشباب كان بيعمل 550 جنيه. اما طفرة الايزابيل فكان الكبير بيعمل 650 ل 700 جنيه والشباب بيعمل 500 جنيه. وكوكتيل الحبشي كان بيعمل من 550 ل 600 جنيه والشباب كان بيوصل ل 400 جنيه. نيجي بقى للكوكتيل الفرنساوي، وكوكتيل الفرنساوي كان الوايت فيس كبير فيه بيعمل 750 جنيه والصغير كان بيعمل 600 جنيه. والايزابيل اللي فيه كان الكبير بيعمل 1100 جنيه والشباب منه بيعمل 850 جنيه. والمصبع الفرنساوي كان الكبير منه بيعمل 1200 جنيه والشباب كان بيعمل 800-850 جنيه.
بالنسبة للكوكتيل الألبينو فكان الجوز منه بيعمل 2200 جنيه، والشباب منه كان بيعمل 1500 جنيه. ودي يا شباب أسعار كل طفرات الكوكتيل اللي قابلناها في السوق. نتنقل بقى لأسعار الروز. والروز الأخضر كان بيعمل الكبير 600 جنيه، والصغير 350 جنيه، والألوان كان بيزيد حوالي 25 جنيه عن الأسعار دي بالنسبة للروز. أما اللاتينو روز الكبير فكان بيعمل 800 جنيه، والصغير بيعمل 500 جنيه، والألبينو روز الكبير كان بيعمل 850 جنيه، والصغير كان بيعمل 500 جنيه. والأوبلاين أورنج كان بيعمل من 2000 ل 2100 جنيه، والصغير كان بيعمل 1000 1100 جنيه. ودي اسعار الروز اللي كان معانا في السوق. نيجي بقى للفشر، والفشر الكبير العادي كان بيعمل 600 جنيه، ده سعر الكبير، والصغير 350 جنيه. بالنسبة للفشر اللاتيني الكبير فكان بيعمل 2200 جنيه، والصغير كان بيعمل 1300 جنيه. نيجي بقى لعيلة الفينش، ونبدأ بالزبرة، وكانت أسعارها بتبدأ من 200 جنيه لسعر الجوز. وعصفور المدبوح كان الجوز منه بيبدأ من 300 ل 350 جنيه، والكناريا كان في بعض التجار بتلمها، وكان الجوز الكبير منها بيعمل 700 جنيه، والصغير بيعمل 400 جنيه. نتنقل بقى لأسعار الجاوة، ونبدأ بالحبش. والحبش الكبير كان بيعمل 350، والصغير 220. أما الجاوة الأبيض الكبير فكان بيعمل 600، والصغير 400. والجاوة السيلفر كان الكبير منها بيعمل 650، والصغير 425. أما الجاوة الفون فكان الكبير بيعمل 2000 2100 جنيه، والصغير حوالي 1400 جنيه. وبالنسبة لأسعار الجولدن فينيش اللي ناس كتير طلبتها مني، فكان الجوز الكبير منها بيبدأ من 2000 جنيه. واليمام الماسي الكبير يا شباب كان بيعمل 650 جنيه سعر الجوز، والصغير كان بيعمل 400 جنيه. ودي يا شباب كل أسعار العصافير اللي قابلناها وشفناها في السوق، جمعنا لكم أسعارها عشان تبقوا عارفين وما يندحكش عليكم من التجار لو انتوا بتبيعوا التجار، وكمان ما يندحكش عليكم بالنسبة للمحلات لو انت بتبيع للمحلات. وكده يا شباب يكون الفيديو انتهى. اتمنى اكون ان انا فدتكم وجمعت لكم الاسعار واستفدتوا منها، واتمنى منكم كمان لو ليكم تعليقات او مقترحات تكتبوها لنا في التعليقات. مستني تعليقاتكم الجميلة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.